أقدم محل ساعات في القاهرة كلها. انزل ميدان العتبة واسأل عليه أهلها. تدخل عليه فتشوف الماضي على الجدران، تفاصيل صور وساعات، حكايات بقالها زمان. شاهد على الأحداث، شافها ووثقها. كل التاريخ موجود في محل بابا زيان. احنا يعني عندنا الشرف ان احنا في المحل بتاعك النهاردة. ده شرف كبير ليا يا فندم. انا عايزة الاول اعرف اسمك بالكامل بالنطق اللي انت شايفه صح. انا اسمي اشود ساركيس فرانسيس بابازيان. اوكي. من اقدم محلات الساعات في مصر، لو مش اقدمها على وجه الاطلاق. مظبوط، ده كلام مظبوط صح؟ امتى جيتوا يا اشود؟ جدي فتح المحل ده في 1903. فتح المحل ده في 3 ميدان العتبة. تمام. يعني عنوان خرافي. اه، وحوالينا كله كان محلات كبيرة ومعارض كبيرة واسامي مختلفة. لإيه؟ معارض لإيه؟ يعني الحتة دي كانت كان شوبينج اريا. الحتة دي كان الحتة دي كانت كلها شوبينج، هدوم وديبارتمنت ستورز وساعات مجوهرات. عمر افندي الخزندار اللي فاتح ده دلوقتي. عمر افندي كان موجود، سيبناوي كان موجود. وكان ساعات وحاجات زي كده. كل حاجة. ومحلات اكبر من الدكاكين الصغيره قوي اللي فاتحه دلوقتي. ما كانش في دكاكين، كان كله محلات كبيره. يعني المحل ده كان يعتبر صغير في وسطيهم. المحل ده كان اصغر من كده في الحقيقه، ومع السنين وسعوه بقى فيه، يعني كان باب واحد بقى فيه مساحتين وفي الجزء اللي فوق كمان. ف زمان كنا عدد كبير من الساعتين موجودين في المحل، بس بقى مع الوقت اللي مات، اللي هاجر، اللي بطل، وبعدين المهنه نفسها ما بقتش زي الأول، بتنحضر بتموت، محدش عايز يتعلم المهنة دي بسهولة. محدش عايز يتعلم يبقى ساعاتي. لكن عالميا مش هنا بس، عالميا. أيوة طبعا طبعا. طيب جدك لما جه اتعلم الصنعة دي من مين؟ هو كان ساعاتي أساسا، جه من تركيا، كان ساعاتي. بعد هو علم ابنه يكون اللي هو فرانسيس اللي هو والد حضرتك؟ بعديه كانوا 3 أخوات، والدي وأخين. الأخ الكبير هاجر أمريكا سنة 35. ده من زمان قوي. وجدي للاسف مات بدري، مات اوائل الاربعينات. فوالدي كان عنده زي 18 19 سنه، كان لسه بيدرس، ساب كل حاجه وجه في المحل. واخوه معاه، اخوه كان اصغر طبعا. وبعدين انفصلوا، عمي فتح محل في قصر النيل، كان تبع المحل ده برضه، بس ايام الستينات 64 اظن هاجر راح كندا. فاضل بقى فرانسيس الفيدل اللي هو انا ساركيس. انا اعرف الراجل الطويل بالبدله. أيوة. انا اعرفه وشفته كتير. ومامتي سجلت معايا حلقه قبل كده من بالزبط. احلى حلقاتها. يوم الحلقه دي انا كنت موجود بس هربت، يعني من كتر الدوشه والكابلات والاضاءه والكاميرات. احكي لي بس عن المهنه اللي انت بتقول عليها ان ما حدش عايز يبقى ساعاتي. ليه ما حدش عايز يبقى ساعاتي؟ كله عايز الكترونيات، كله عايز كمبيوترات، كله عايز يدرس اي تي، يعني كله تكنولوجي في الهواء. مفيش حد عايز يشتغل بايديه. المهنه اليدويه عامه بتموت. الصنعة اليدوية. فساعاتي ماسك حتتين، ماسك انه تقني وانه صنايعي. وعايزه صبر رهيب انك تشتغل في جزء صغير زي ده يوم يومين ثلاثه تصلح فيها، مش سهل. اشوف وانت صغير ما كنتش عايز تهرب لما كان باباك بيحاول يعلمك؟ لان انا كنت باجي هنا وانا عندي 5 سنين بشورت، كان بيجاجرني في الاجازات عشان اتعرف على المحل. يديني النبأ قديم. إيه؟ يعني انت خريج ايه؟ جامعه امريكيه. اوكي. ايكونومكس، ملهاش علاقه بالساعات خالص بس بالبيزنس. اوكي. فكان يديني منبأ بيقول لي مثلا خد فك دي وقفلها تاني وحاجات كده. بس لما كبرت، يعني لما كان عندي 18 سنه، كنت اكتر شويه 20 باين، عشان عمي قال لي تعالى امريكا فجهز لي الورق، وكان قدامي 6 اشهر عشان اسافر، مستني دوري يجي. فقال لي انت ما تيجي تشتغل شويه في المحل بدل ما انت تقعد كده ما بتعملش حاجه. قلت له حاضر. وانت ما كنتش بتعمل حاجه؟ كنت بتفسح. ممتاز. اوكي. كان بابا بيديني 50 جنيه في الاسبوع وقتها. قعدت كام سنه لحد ما اتعلمت بقيت قسطه؟ انا لسه بتعلم. المهنة دي غويطة جدا، وفيها يعني بيجي لنا ساعات نوع ساعة معقدة جدا بنتعلم عليها، عارفة ازاي؟ يعني انت اشطر ساعاتي في مصر ولا في عندك صناعية كبار اشطر مني؟ انا شخصيا مش ساعاتي، ما بشتغلش بايديا،
فعلا؟ ممكن تقولي عليا زي والدي كده، خبير ساعات مثلا، اعرف ده محتاج قطع ايه، ده رقبه كام، ده موديله ايه. معظم الساعتين اللي بيشتغلوا بايديهم عندنا في المحل انا وارثهم من اهاليهم، كانوا بيجوا هم برضو لما صغيرين. هو ساعاتي ابوه ساعاتي. والصناعيه كبار في السن عندك هنا؟ نسبيا. وعرفوا يعلموا اولادهم ولا لا؟ للاسف لا، مش عايزين، مش عايزين. انا لما عرفت ان انا جايه لك عندي ساعتين مركونين في الدرج، عايزه خبير يقول لي ينفعوا الساعات دي ولا ما. دي اوميجا كونستليشن كوارتز، كانت موضه وانا صغيره. نص ده لسه موضه بس الشكل اتغير شويه. ودي بتشتغل ببطاريه، لو البطاريه قاعده فيها السنين دي كلها هتلاقيها الساعه ساحت من جوه. الله يطمنك. طب ودي بتاعت ماما؟ ودي كارتيه برضو نص ذهب، من الساعات الغاليه وقتها، الموديلات اتغيرت شويه، الاحجام كبرت شويه، بس دي برضو ببطاريه. على الاقل بس تكون البطاريات اللي فيها الفاضيه تبقى نوع كويس عشان ما تسحش جوه وتبوظ الدنيا. يعني باظوا ولا انت لما يجي؟ لا مش هقدر اعرف. يعني افرض انا زبون جبت لك دول، هتقول لي سيبيهم لي مثلا اسبوع وتعالي؟ لا لا، هفك قدامك اشوف لو البطاريه فاضيه هحط بطاريه جديده. دلوقتي انتوا عرفتوا تصلحوا لي ساعتي بالذات الاوميجا دي؟ حضرتك اللي فكيتها يا استاذ سيف؟ ايوه. انا عايزه اقول لك الساعه دي انا وديتها توكيلها في جنيف، رجعوها لي قالوا لي مش البطاريه مش هنعرف نغير البطاريه. فانا اديتها لكم هنا في كوبازيان في 3 ثواني الساعه اشتغلت. ازاي؟ احنا حطينا فيها بطاريه، لقينا البطاريه القديمه فاضيه وساعه نضيفه من جوه، حطينا بطاريه جديده اشتغلت. فكان بها حضرتك تجرب. امال ليه قالوا لي كده؟ هم السويسريين بيحبوا يبيعوا، ما بيحبوش يصلحوا. عشان يبيعوا تاني؟ اكيد طبعا. شايفه الساعه دي مثلا كان ماسكها، دي اوميجا من السبعينات، حلوه قوي. ساعه حلوه قوي ومعقده جدا. افتح يا سامي من جوه. ايه اللي بيخلي ساعه معقده وساعه مش معقده؟ الفانكشنز اللي فيها، كل ما يبقى فيها حاجات بتنفع بتشتغل محتاجه تروس اكتر وعيارب اكتر وسوست ودراعات واجهزه اجزاء اكتر. يعني الساعات اللي طلعت موضه دي اللي فيها شمس وقمر وكالندر وتشوف. دول معقدين جدا، متعبين جدا في التصليح، ان اجزائها كتيره قوي. رفعت بيعمل ايه؟ رفعت برضو بيشتغل ساعات. ده ماسك مكنه بقى غريبه جدا. دي ايه؟ دي ايه يا عم رفعت المكنه دي؟ دي هيور، قبل ما تبقى تاج هيور سويسري. سو كومبليكيتد. هي كانت الاول كانت هاير قبل ما تبقى تاج هاير. قبل ما يبقى تاج هاير في عمل ميرج. يعني انت كمان قاعد عارف العصر، عارف الموضات، عارف طبعا. دي بقت طبعا. ايه ودي ايه؟ طبعا، لان انت لازم تبقي مواكبه دايما للتطورات اللي موجوده علشان تقدري ان انت لما يجي لك حاجه ما تتخضيش. والساعات الجديده برضو بتجيلكوا يا اشود ولا الساعات القديمه بس؟ الساعات الجديده بتجيلنا سهله جدا، انها مكن ببطاريه، في أسوأ ظروف هتغيري دايره، هتغيري ملف، هتغيري، ما فيهاش تروس كتير قوي، بس الساعه اللي ماسكها رفعت دلوقتي كلها تروس. ميدان العتبة، واحد من أهم المراكز التجارية في مصر. كان زمان اسمها العتبة الخضراء زي فيلم إسماعيل ياسين، ودي ليها حكاية قديمة ترجع لحوالي 400 سنة فات لزمن المماليك، لما الحاج محمد الدار الشرايبي بنى سرايا العتبة وباعها بعدها للأمير رضوان كدخد، وفضلت السرايا تتنقل من مالك للتاني لحد ما وصلت للخديوي عباس باشا حلمي، تالت حاكم في أسرة محمد علي، اللي استلمها متزينة برخام أزرق لكن كان بيتشائم من اللون الأزرق، فقرر إنه يهدها ويوسعها ويبنيها من جديد ويعمل لها عتبة خضراء، ومن يومها بقى اسم القصر والميدان العتبة الخضراء. وزي ما العتبة سوق تجاري كبير، هي كمان مركز ثقافي كبير، لأن فيها المسرح القومي ومسرح الطفل وشارع محمد علي وسور لازبكية، وبتضم كمان ميدان الأوبرا اللي فيه تمثال إبراهيم باشا وشارع الأزهر الشريف، والأسواق بقى
الموسكي وشارع عبد العزيز وممر الساعات المشهور قوي وسوق الورق وسوق النظارات واي حاجه انت عايزها في اسواق العتبه هتلاقيها. مين بيجي لك يا اشرف مناسبات؟ بيجوا لك مخصوص اكيد. اللي محتاج يصلح حاجه مش قادر يصلحها في اي حته بيجي لي يعني. ايوه ما انا جايه لك اهو بحاجه. انا عندي قطع غيار من ايام جدي. فتخيلي حضرتك من 1903 لحد النهارده قطع غيار لسه ادراج مليانه قطع غيار واللي بنحتاجه في الجديد بنشتريه. ده انت ممكن ناس تجيب لك من بره ساعات تصلحها لو كده. ده بيحصل. بتصلحوا ساعات الميادين العام؟ اه. ايه الساعات اللي صلحها؟ صلحنا في التسعينات الساعه اللي في القلعه. اوكي. قريب صلحنا الساعه البريد مكتب البريد الرئيسي اللي هي شغاله دلوقتي. اخر حاجه صلحنا كانت الساعه اللي في الازهر. اغلى ساعه بكام دلوقتي يعني؟ لا ده مفتوح خالص مفيش سقف للموضوع ده فعلا. ساعات السويسريه في منها ارقام غريبه جدا يعني. انا سمعت ان في ساعات مثلا ممكن توصل لنص مليون جنيه. واكتر كمان لو ساعه قديمه الساعه بتاعت الملك فاروق باتيك فيليب القمريه فيها كالندر مخصوص دي اتباعت بره ب 7 8 مليون دولار. بس عشان هي باتيك فيليب قديمه ولا عشان هي ساعه الملك فاروق؟ الاثنين. يبقى صاحب الساعه بيزود قيمه على الساعه. طبعا اكيد لو صاحب الساعه صاحبها مشهور طبعا يزود القيمه. بتشتري ساعات ساعه من زبون قديمه قوي تعجبك؟ لو عجبني لو عجبني بشتري عشاني انا بحب الساعات القديمه. انت لابس ساعه دي بتاعت واحد صاحبي بصلحها له فبجربها فلابسها في ايدك. لكن انت دايما لابس ساعه ومظبوطه؟ لا مش دايما لابس. زهقت. صانع الساعات زهق من الوقت. هنعمل ايه بقى؟ لا مش ما بحبش حاجات عليا ده حتى الخاتم ده لابسه بالعافيه. بقالي 40 سنه لابسه كفايه قوي يعني. انت متجوز بقالك 40 سنه؟ 39. 39. لا اسف 29 اسف. 29. انا قلت انت اديتها 10 سنين انا حسبت في النص. 29 انا اسف. 29. ايام بتجري. ولادك ما فيش حد منهم عايز يطلع في الساعة. لا برضه نفس المشكله كل واحد في اتجاه تاني انت لسه في حد بيقول لك خواجه يا اشوف؟ في بيقول لي خواجه بتزعل ولا عادي؟ وفي بيقول لي يا حاج ولا بزعل من ده ولا بزعل من ده تبقى فليكسبل لقب وخلاص. طيب انت مصري من اصل ارمنلي ما بتتضايقش او اخواتك او ولادك او اي حد من اللي تعرفهم بيتضايق لما الناس تفتكرك مش مصري؟ اتعود. انا بنكش في الموضوع ده. عارف. انا بنكش عشان انا نفسي ان احنا نحترم بعض بقى ان مش كل المصريين ده احنا جمالنا ان احنا مختلفين وكل واحد فينا شكل ولون ونوع ده احلى حاجه فينا. كنا مختلفين قوي زمان كان في جريج وكان في طلاينا ويهود وارمن ويوغوسلاف وكذا حاجه بس دلوقتي قلوا جدا الاعداد قلت اليونانيين قلوا طلاينا قلوا جدا الارمن قلوا جدا ما بقاش في زي اسكندريه كانت منوره بكل الاجانب دول اللي هم كانوا مصريين. في اي قصه غريبه حصلت لك في المحل تحب تقولها لنا؟ قصص كتيره صراحه بس فاكر قصه ظريفه كده في عربيه وقفت بره نزل منها سواق ونزل منها راجل كبير في السن لابس بدله وجه قعد قدام هنا وبعدين ما بيتكلمش وقعد بيتفرج وابتدى يعيط. يوه. انا قلت لبابا يا نهار ابيض احنا عملنا ايه في الراجل ده؟ فسواق بيسكو وجابه هنا اتضح انه كان اشترى ساعه من عندنا في الخمسينات وقعت كسرت منه فركنها في الدرج وعلى كبر بعدها ب 30 40 سنه قرر هيصلحها فجه فلقى المحل زي ما هو ما اتغيرش فاكيد افتكر ان هو ابتدى يعيط. حرام ما هو المحل ده كانك دخلت جوه لا الزمن اتغير يعني كأن الساعات دي فيها حاجة سحرية بتخش جوه انت بعيد عشان خالص. زي ما هو ما تغيرش فيه ولا فيه بلاستيكات ولا فيه ألمونيا ولا كله خشب كله قديم كله ساعات قديمة واحنا كمان عواجيز فالحمد لله. بس دي بتدي سحر كده معين. الله يخليك. صح. ده في بنت ما دخلت قريب انا كنت جوه في المكتب لقيت واحدة بتقول الله الله قلت لها بقول خير في ايه؟ قالت لا اصل كنت ماشية في العتبة وشفت المحل ده انا مش مصدقه. طيب بص احنا في الاخر كل ضيف عندنا بيكون في فنان اسمه عبد الله بيعمل بورتريه وبنديه للشخص اللي احنا قابلناه
طب حلو خالص. معرفش هيطلعك بلوند او هيطلعك مختلف، مش متاكده. لو كنت قلت لي من بدري كنت جبت صوره ليا وانا عندي 15 سنه كان رسمني. او صوره جيمس دين ليه صورتك بقى ما نديله جيمس الدين يطلع. الوقت زي السيف، ما تقطعوش يقطعك، لو ما انتبهتش ليه يضرب وفين يوجعك. العمر خط اترسم بالمسطرة وتقاس، والساعة ماشية أوام تجاري في الأحداث، والوقت بيغير حاجات في الناس، ومفيش طريق تمشي للماضي هيرجعك.